هاي الإعادة مرة أخرى. زياد محمد علي صالح بيمناه تمكن من افتتاح التسجيل. مهاجم نادي الزمالك المصري خطأ وارتباك في محور الدفاع بالنسبة للمنتخب الفلسطيني. الكرة هنا جزائرية، والهدف الثاني، والهدف الثاني لمصلحة المنتخب الوطني الجزائري. صارت الأسبقية الآن 2-0 للمنتخب الوطني أمام المنتخب الفلسطيني. التوزيع من بداني ممتازة، وهنا كحلوشي بيمناه يحط الكرة في شباك للمنتخب الوطني. الكرة هنا ما فيش وضعية تسلل انطلق لصالح المنتخب الجزائري. إمكانية الهدف الثالث، فعلا الهدف الثالث عن طريق يزيد عصام، يتمكن من إضافة الهدف الثالث بمراوغته الحارس وليد أبو شقرة. 0 صارت النتيجة الآن. قلنا بأنه مشاكل كبيرة في دفاع المنتخب الفلسطيني تكلف 3 أهداف. كرة طويلة البحث عن عبد المجيب، وصلت الكرة، محاولة المراوغة ممتازة من عبد المجيب، التسديدة باليسرى هنا، التوسعة رابع الأهداف بالنسبة للمنتخب الوطني الجزائري. الهدف الرابع للمنتخب الوطني. مجيب كيف شراوغ المدافع، ممتازة بطريقة ممتازة بيسرى، قدم كرة على عبد المجيب، يقدم كرة، ما فيش وضعية تسلل، انطلق على طوف، انطلق على طوف، وخامس الأهداف، خامس الأهداف للمنتخب الجزائري عن طريق هذا اللاعب نطوف. هذا من بين أفضل العناصر في المنتخب الوطني الجزائري اليوم، رغم أنه دخل في المرحلة الثانية كبديل. نطوف يراوغ الحارس بيمناه يحط كرة هدف خامس للمنتخب الجزائري. العقم الهجومي الذي كان يعاني منه المنتخب لم يظهر اليوم، المنتخب ظهر قوي.